من تلفزيون لبنان عم بيشاهد الجمهور اللبناني مسلسل من 13 حلقة كوميديا محلية وهي شطة بطشو، هي للمخرج عيسى سكاف، هو الليلة معنا لحتى يحدثنا عن هالبرنامج. أهلا وسهلا فيك. يعني من نبلش نعرف شوي عنك، انت كان لك قبل كنت لك عدة اختصاصات، عندك بالمسرح ويمكن بتهتم بالموسيقى بالصورة، وهلأ جيت على وبالتمثيل طبعا، وجيت هلأ كمخرج تلفزيوني. وليش اخترت كبداية لك بالتلفزيون هالنوع من البرامج؟ حاولت أني أعمل أدرس شغلي تكون بأسلوب جديد وتعطي مواضيع مبدئيا مش كتير جديدة، بس التقنية تبعها نوعا ما جديدة. هي هون فيني أقول لك شغلة، أنه العالم قالوا هيدا عبسي، رجعوا ناس قالوا ما عم نفهم شي، يعني أنه ناس قالوا كاريكاتير محلي، يعني اختار إيه، لأنه هيدا البرنامج ما بينحط بقالب معين، يعني منه ضمن سيري معينة، مش بس بالتلفزيون هون، يعني برا، يعني من حيث الكتابة وحتى من حيث السيناريو، يعني شغلة مبدئيا جديدة. رجع الابن الستين. الشغلة المهمة فيها انه عم حاول اعمل اسلوب جديد بتقنية جديدة، مواضيع كل الناس بتعرفها، ولذلك كنت اشتغلت على ثلاث نيفويات، يعني اذا المشاهد العادي بيقدر يشوفها كنكتي، يعني المقطع بيشوف نكتي سكتش، هلا اللي بده أكتر من هيك وبيضحك يعني فيها، بس اللي بده أكتر من هيك بيشوف بعدين تصوير، بيشوف تقطيع، بيشوف جمالية معينة. هيدا تاني بعد. كمان إذا بنغمق أكتر بنشوف شطة بطل مزبوط، يلي هي عبثية العبث. تركيب المشاهد بشكل كتير عبسي، فينا نقول تكامل مع النظرة المسرحية بالعبس، يعني من المسرح ضمن المسرح
للعباسية. هل لأنك كنت بالمسرح تأثرت بهالشي؟ ممكن. يا أخي بقى تواخذني. لا بدي واخذك. بلا مواخذي خرج على الموضوع. أي موضوع؟ الأشياء اللي كنت عم تقولها. شو بها؟ ولا شيء. شو لك إيه؟ كان الموضوع الأساسي اللمبة وما ضوت. لمبة بعده بقلي اللمبة ما ضوت. لحقني باللمبة ما عمرها ما تضوي اللمبة. أنا عم فوت لك الطاقة من الطاقة على بيتك وأنت بتقلي اللمبة. عم بحكيك عن الحضارة وأنت بتحكيني عن اللمبة. ما تواخذني، كان الموضوع الحديث اللمبة. رجع لي اللمبة، اركب لك شعلة بهاللمبة. يا خيي ضوي الشمعة، ضوي فلوريستو، قل عني. خلص، روحوا ناموا. خلص. قبل ما ننتقل للتقنية، مثل كان عندك وقفة خاصة من كل هالأشياء اللي حواليك، من المسرح، من الإعلام، من التلفزيون، من الإذاعة، يعني هالشي واضح، يعني كان في نوع من شي لازع شوي، كان في فيك تحدثنا عنه شوي. مش قضية لازع، قضية موقف. الموقف العبسي شو هو؟ يعني الناس عم تعيش العبس بحياتها وبترفض تسميه إنه عبس. نزرات بقلبهم هيحتموا لا امك ادمي وبيك ادمي بس انت كلب ابن الف كلب. كتير توافقوا انه كان فعلا اسلوب جديد، يعني اسلوب أظن مختلف. اظن اسلوب جديد. فيك تحكينا عنه شوي اكثر؟ يعني في بدي اكد شغله صغيره انه بالنسبه للاسلوب الجديد، مثلا كل شغله جديده بتخلق امباكت، يعني بتخلق صدمة أو ضجة، أو يعني الناس بتنقسم بين مع وضد، تتفاعل. وهي شغلة مهمة كتير. يعني أنا بالنسبة لي إذا ما عملت هالردة الفعل بكون أنا فشلت. يعني نجاحي أنا اللي بعتبره بالنسبة لي إنه خلقت الناس، انقسموا الناس، إنه ناس مع ناس ضد، وبشراسة كانوا ضد بعضهم. وهي شغلة مهمة كتير. قليلي بدهم الوعد يدلهم ولا العطل. شوف عرفنا بهالشغله وشوف فهمنا. عفاكي هلا عجبتيني. ما زال اعترفت انك ما بتفهمي ليش عم تسالي. تنفهم شو بس بتفهمي لا تفهمي بعدين انت شو فهمك؟ انت بتفهمها وبتفهمني. شو بدي فهمها؟ شو بدها تفهم تتفهم؟ ليك المرد انا شو بفهمني يا صرصور؟ خليك معي. بالناس حش تستفزون وتستفزني. انا مش عم استفز حدا، بس ليش الكهرباء عم تعمل فينا هيك؟ بنصير ننطر مناطرة تتجي وبس تجي بتفل قوام. شو بتجي وبتفل وبتجي وبتوصل وما بتوصل؟ شو الكهرباء اوتوبيس؟ الست حلقك قوم اقلبوا احسن ما كسروا. بتصيروا تحكوا تضحكوا وتتفلسفوا. انتوا واجبتكم تقولوا لنا قد نقطع وخلص. حش تنفخ اذا بتريدوا. كمان بتتناول عالم الفنون اذا بدنا، يعني نوعا ما عالم الفنون هو مثال للعالم الحياة. يعني مثال لعالم الحياة. يعني بدل ما اجيب شغلي موضوع عادي واقعد شرح واحكي فيه ماتيماتيك وعلم اجتماع وكذا وما اعرف شو، حاولت اخد شغلي بارالال، يعني ما بتأذي. يعني مثل كيف الصور المتحركة، انه واحد بيشبقه بيمعصه هيك بيصير قد النملة، بعد شو بوب بيجي راكب ماشي رايح. هاي شغلي مهمة كتير. شغلي مهمة كتير، يعني انه شغلي فيها نوع من استمرارية الفكر، استمرارية الإنسان باللعبة. فيها شوية تفاؤل يمكن إنه. تفاؤل ما بعرف، يعني مش أنا اللي بخترعه التفاؤل، يعني كل واحد هو بيكون يا متفائل يا متشائم، بس فيها نوع من استمرارية، يعني إنه هالإنسان ما في ما بعيد عن قضية الموت والحياة، عم يخترق الزمان والمكان، عم يلعب مثل ما المخيلة بتفرضه ببراءة طفولة، بفوت من أوضة لتلفزيون من شاشة بيطلع لتاني ميل بقوص ونام. خيال لكن هو أكتر شيء عم يلعب. إيه لعبة خيال. إيه. وبس. لماذا لم تسرق؟ لم أستطع. لماذا لم تستفد ولم تقنص الفرص؟ لم أستطع. غبي، كلهم فعلوا.
لم أستطع وحاولت منعهم. ضربوك، كان عليك أن تفعل مثل ما فعلوا. لم أستطع. والآن ألم تقتنع بعد بأن عليك أن تفعل مثلهم وأن تأخذ شيئا لنفسك؟ نعم اقتنعت. ماذا تنتظر إذن؟ انطلق وآتني بشيء ما لأطعم أولادي. لم يبقى هناك ما يؤخذ، أخذوا كل شيء، لم يتركوا لي شيئا غير زبالتهم. ألا تستطيع أن تنتقي الصالح من هذه الزبالة؟ لم يتركوا شيئا حتى للخنازير. ماذا تنتقل للصورة؟ الصورة عم تحكي كمان لحالة، يعني منلاحظ أنه عدا أنك اتكلت على ممثلين جيدين، يعني فينا نقول هالشي، يعني مش بس رأي عدة مجلات ونقاد، أنه كلهم اجتمعوا بالرأي أنه عندك كان ممثلين جيدين، بس ما توقفت لهون، يعني أعطيت للصورة حقها. وجربوها بتشي ترحيل. شو بتاخد؟ كاس ويسكي. عاد فينا نشرب مثل ايام زمان. انا الويسكي ما بتأثر فيي ابدا، قنين اثنين ثلاثة عشرة ما بيعملوا معي شيء. ليش كيف تشربها؟ ما بشرب. ماتر جيب لي حيالله شيء إذا بتريد، مستعجل عالسريع. حيالله شيء عالسريع عالسريع. ورقة الحساب لحظة. بدي أعترف لك بكل شيء. ما في لزوم. خليني أحكي، خليني ريح ضميري. احكي. مخلص لإلك، كنت خونك كل دقيقة كل لحظة كل ثانية. بعرف. بتعرفي؟ أكيد الشغلة كانت واضحة وما كان عندي أدنى شك بكل تصرفاتك. هلا كنت عارفي كل هالمدة وما حكيتي شيء، ما عملتي شيء؟ بلى. شو عملتي؟ سممت لك. معك خبر انه ابنك اجى لعندي، اخذ سندويشتين واثنين كازوز وما دفع؟ عارف انه ما دفع. عظيم، لكن هلا انت لكن جاي تدفع. لا ما جاي ادفع. شو جاي تعمل؟ جاي اعمل مثله. انت مع البيئة ولا ضدها؟ ليش البيئة مع مين؟ من أجل تحسين الصنف البشري يجب تحديد فترة التزاوج في الفترة الواقعة بين أول شباط ونهاية قانون الثاني. ناخد تام معين، موقف إنساني معين، ومصير نلعب عليه من عدة جوانبه. هيدي هي اللي عملتها. على رغم كل شيء كان في ترابط بالقصة، يعني بيفتكر الواحد إنه أول ما بيطلع بنطوا من موضوع للتاني، من مكان لمكان تاني. هذا الترابط منيح منيح اللي جبتي سيرته، إنه الترابط هو ترابط كلي وشامل بكل حلقة. هلا إذا بدنا نجي نحلل كل حلقة بوحدتها، إذا بدي أشتغلها أنا بطريقة كتير عادية كلاسيكية، كنت بس بقلب الشخصيات، بخلي الشخصية اللي عملت المشهد الأولاني هي زيتها تعمل المشهد الثاني، صار عندي حلقة إلى أول وإلى نهاية، عندي قصة مثل العادي. أنا شو عملت؟ إنه بما أنه هالشخصية بتمثل كذا شخص بالحياة، مش ضروري تكون هي زيتها، يعني مش ضروري نكون نضلنا بالتقليد زيته، إنه شخصية بنشوفها من أول من عبكرة العشية بمرحلة زمنية أو بمرحلة حياتية أو بأزمة معينة، مش ضروري. أنا بس بدي أتكل على اللحظة
وحتى لو ما كان في نوع من الاستمرارية، يعني انه هالممثلين عم يلعبوا هاي الدور بعد شوي بنشوفهم بغير دور مختلفين، بس القصة المعنى الضمني هو واحد، يعني بنشوف في ارتباط كتير قوي بس من تحت. هذا البعد الثالث، فكرة واحدة بعدة اشكال. انا معك بكل اللي عم تقوله، مشان هيك انا كتير متشائم. تسمحيلي بوسك عيد ميلادك؟ تبوسني وين؟